اخواني انا عندي موضوع مهم زين وفيه شرح وسهل جدا وفيه فايده لك وغيرك. الاغلبيه لا طلعوا للبر ما يخلون من الصحن السفري هذا وبطل الماي الصحه، وللامانه احنا شو نسوي؟ لا خلصنا نقفل. شوف البطل هذا والصحن راح نسوي عمل خيري فيه ان شاء الله ربنا يدخلنا الجنه بالعمل هذا. راح نسوي منهم سقي الماء مثلا، قعدنا بالبر خلصنا كشته نبي نمشي نبي نستفيد من هذولي حق الطيور والسقي. ابي اشرح لكم الطريقه يعني حبه حبه بالتفصيل وركزوا معي. طبعا عندنا بطل الماي هذا لا خلصنا منه، مسكر طبعا من فوق وما في اي فتحه حتى الان. انا سويت فيه شوف باخر البطل هني سويت فتحه لا كبيره ولا صغيره بالمستوى هذا تشوف. بعد ما سويت الفتحه هذه تقدر بسكروب او بدرنفيس شوف الفتحه الثانيه وين سويتها تشوفه، شوف حجمها هذه شوفت عينك بالمستوى هذا، هذا الفتحه هني وفتحه هني. والحين سؤالك ايش معنى بالمستوى هذا الفتحة؟ شوف خلنا نقلب البطل. الفتحة هذه سواء فوق ولا تحت ايش يعتمد عليه؟ يعتمد على مستوى الصحن. شوف الفتحة ركز عليها على اصبعي شوف هني. وين مستوى الفتحة؟ لازم يكون اقل من ارتفاع، أوضح لكم أكثر، هذا مستوى ارتفاع الصحن، لازم تكون الفتحة تحت مستوى ارتفاع الصحن. تقول ليش يا أبو سعد؟ الحين أوريكم الطريقة العملية، راح أحط فيه ماي وهذا شوية ماي. أول شيء هذا خلنا نحط فيه ماي، بس مو واجد، لا، شوية. لي هدف منه. الحين سويت فتحت البطل والفتحتين سكرتهم بصابعي عبى ماء. بعد فل 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 أيوة سكرة سكرة بسرعة سكرة أيوة. شوف الحين الفتحتين صاروا فوق تمام، اقلبه هده اقلبه وحطه هني. ايش راح يصير الحين اوريكم العملية. الحين الماي اللي داخل البطل الصحة راح ينزل على ما يوصل مستوى الفتحة اللي سويناها اللي على. شوف الحين الماي وقف، ليش؟ لأن الماي وصل مستوى الفتحة هذه، شوف شلون؟ راح يجون الطيور يشربون، وكل ما ينقص الماي الموجود هذا شوف نعتبر أنه نقص، شوف شلون؟ راح يعبي من جديد. كل ما ينقص الماي، الماي اللي داخل البطل هذا راح يعبي الصحن هذا، خلنا ارفع شوي شوف. شوف. كل ما يوصل الماي مستوى الفتحة راح يوقف الماء. بالحالة هذه انت استفدت من الصحن واستفدت من بطل الماي واجرك على الله. والطريقة هذه الحين ايش راح اسوي فيها؟ اجي قدام البيت زين حق القطاو العطشانات يشربون من الماء كل ما ينقص. وشوف وين حطيت الطريقة هذه، شوف هني برا الشارع عشان يجون القطط والقطاوة والعتاوية ويشربون ماي. للعلم الطريقة هذه تصلح حق بطول ماي صحة كبار او جراك الماي كبار وصحون كبار، الطريقة هذه تصلح لجميع الاحجام.